السلام عليكم. إن شاء الله الفيديو ده هيكون عن اختبار البنك الأهلي المصري اللي هو National Bank of Egypt. امتحان البنك الأهلي بينقسم أو يتكون من 2 parts. Part 1 بيكون عبارة عن الإنجليش تيست. الإنجليش تيست ده بيتكون من 3 items. أول item معانا أو أول تيست بيكون في ال listening وال choose and complete and reading. Part 2 ده بينقسم ل 3 items أو 3 tests. أول تيست بيكون في ال logical or ability. تاني تيست بيكون في حاجة اسمها ال numerical. وتالت تيست بيكون في الفيربل. ودلوقتي هنبدأ نعرف كل ايتم او كل تيست من دول بيكون عبارة عن ايه وكمان نذاكره منين. زي ما قلنا يا شباب ان بارت 1 ده بيكون عبارة عن الانجليش تيست انكلودنج 3 ايتمز. اول ايتم معانا زي ما قلنا الليسننج. الليسننج ده بيكون عبارة عن 5 ريكوردز، 5 تسجيلات. طيب سيناريو او سيكونس التسجيلات دي ماشي كالتالي: التسجيل الاول بيكون عليه سؤال واحد، التسجيل الثاني بيكون عليه سؤال او سؤالين، التسجيل الثالث بيكون سؤالين او ثلاثة، وهكذا بالنسبة للتسجيل الرابع والخامس. يعني الاسئلة بتبدأ تزيد من تسجيل للتاني. تاني ايتم معانا بيكون الـ choose and complete. والـ choose and complete ده بيكون عبارة عن 2 or 3 paragraphs with maximum 6 questions، وده زي ما هنشوف حاليا. تالت ايتم معانا وده بيكون عبارة عن الـ reading. والـ reading ده عبارة عن الـ full paragraph، قطعة كبيرة زي قطعة الثانوية العامة، وبيبدأ ان هو يسألني فيها وانا اختار الاجابة المناسبة. ده موقع كامبريدج انجلش بليسمنت تيست. الموقع ده شبيه بنسبة 90% لامتحان البنك الاهلي. كل اللي هنعمله هنيجي في السهم اللي في الجزئية دي وهنضغط عليه. بعد كده هنيجي عند ستارت ونضغط على كلمة ستارت. اول تيست يا شباب زي ما احنا شايفين كده هو الليسننج، وزي ما احنا شايفين ده ريكورد تسجيل، وفي عندي انستراكشنز في الجزئية دي تعليمات. بيقول لي read the question first، اقرا السؤال الاول، and click play to listen، يعني اضغط على البلاي عشان تقدر تسمع الريكورد، وبعدين you can listen twice، يعني اقدر اسمع الريكورد ده مرتين. كل اللي انا هعمله هبدأ ان انا اقرا السؤال بالاجابه، بعد كده هطلع اشغل الريكورد بتاعي مره هسمعه، لو عرفت اطلع الاجابه خلاص هسلكت وبعد كده هعمل اسكيب، لو ما عرفتش اطلع الاجابه هبدأ ان انا اشغل الريكورد مره كمان. انا هعمل اسكيب للسؤال ده. زي ما احنا شايفين ده تاني سؤال معانا برضو عبارة عن ريكورد، والريكورد ده عليه سؤال واحد بس، هبدأ ان انا برضو اعمل اسكيب. بعد كده شباب معانا التسجيل التالت، وده عبارة عن تسجيل طويل شوية. التسجيل ده جاي عليه اكتر من سؤال، ادي السؤال الاول وفي معانا السؤال التاني والسؤال التالت، ولو جينا نزلنا تحت هنلاقي فيه السؤال الرابع وفي كمان معانا السؤال الخامس والسؤال السادس. بعد كده انا هعمل اسكيب. بالنسبة للجزء اللي choose and complete يا شباب زي ما احنا شايفين في instructions برضو، وبعد كده ده سؤال بيقول لي click on the gap then choose the word. كل اللي انا هبدأ اعمله هاجي عند المنطقة الفاضية دي، هضغط هنا وهبدأ ان انا اقرأ السؤال، وبعدين اختار بناء عن الكلام، سواء اختار الاختيار ده مثلا او الاختيار ده او الاختيار ده. لو عايز اشيل اي اختيار واختار اختيار تاني فهبدأ ان انا اكليك على الاكس دي هيشيل لي الاختيار اللي انا اخترته، بس انا هعمل skip للسؤال ده واخش على السؤال اللي بعده. تاني سؤال معانا يا شباب بالنسبة للي choose and complete، زي ما احنا شايفين small paragraph، قطعة صغيرة وفيها خانات فاضية، والمطلوب مني اني اكمل الخانات دي من الاختيارات الموجودة تحت، لكن كل خانة بيكون لها اختيار غير الاختيارات دي. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عند الخانة الفاضية دي هختار مثلا عشوائيا هختار الاختيار ده، جيت عند الخانة التانية دي هيظهر لي اربع اختيارات تانيين، هبدأ اختار مثلا اي اختيار، جيت عند الخانة التالتة طلع اختيارات تانية خالص فهبدأ اختار، وهكذا بالنسبة لبقية الاختيارات. لكن انا هعمل اسكيب للسؤال ده خالص، طبعا الاختيارات اللي انا اخترتها دي اختيارات عشوائية. تالت سؤال معانا يا شباب بالنسبة للجزء اللي choose and complete، كل اللي انا عايز اقوله ان السؤالين اللي فاتوا كانوا choose، يعني بيجي لي اماكن فاضية او خانات فاضية وانا ببدأ اكملها بناء عن اختيارات هو مديها لي، لكن في السؤال ده هو مديني قطعة او حوار وفي اماكن فاضية، والمطلوب مني ان انا اقرأ الحوار ده صح علشان اكتب بنفسي. يعني لو جيت عند الجزئية دي هضطر او هو فاتح لي ان انا اقدر اعمل edit، هكتب اي حاجة عند الخانة دي برضو كذلك هكتب اي حاجة، او بالنسبة للخانة دي وهكذا. يعني ده نوع، والنوع التاني اللي هو choose، فده عبارة عن اللي choose and complete للاتنين، لكن انا هعمل skip في الجزئية دي برضو. اخر حاجة معانا شباب بالنسبة للانجلش تيست، وده عبارة عن الريدنج الفول باراجراف، القطعة الكبيرة اللي احنا قلنا عليها. زي ما احنا شايفين في هنا instructions بيقول لي ان انا ابدأ اقرأ التكست ده كويس واختار الاجابة الصحيحة.
دي الباراجراف، وده تكملة الباراجراف لو نزلنا تحت كده، ودي يعتبر الأسئلة الموجودة على الباراجراف. ده السؤال الأول مثلا، أقدر أختار أي اختيارات عشوائية. لو جيت عند الدروب منيو ده أختار أي اختيار تاني بالنسبة للدروب منيو التاني، وهكذا وهكذا بالنسبة لبقية الأسئلة. آخر حاجة معانا يا شباب بالنسبة لبارت 1، السورسز اللي أذاكر منها الإنجليش تيست. احنا زي ما قلنا إن الإنجليش تيست عبارة عن listening و choose and complete و reading. بالنسبة لل listening أنا معايا موقع، الموقع ده منقسم ل 3 levels، 3 مستويات، أقدر أدخل على الموقع وأعمل براكتس كتير. بالنسبة لل choose and complete و reading أقدر أدخل على موقع كامبريدج أو أوكسفورد أو أي مصدر تاني، وهسيب لكم لينكات المواقع دي في الديسكريبشن. تاني جزء بالنسبة لامتحان البنك الأهلي ده اللي هو بارت 2 including 3 items اللي موجودين معانا، سواء كان logical or ability, numerical and verbal. أول حاجة معانا ال logical or ability، ده about 10 questions، حوالي 10 أسئلة. الأسئلة دي معتمدة على قدراتنا، كمان الأسئلة دي من اسمها logical فهي بتتحل by logic زي ما هنشوف حاليا. النوع الأول من جزء ال logical or ability زي ما احنا شايفين بيكون عبارة عن 2 schedules، جدولين، ده الجدول الأول وده الجدول التاني. الجدولين فيهم نفس الداتا بالظبط مع اختلاف بسيط، والمطلوب مني اني اطلع الاختلاف البسيط ده عن طريق ان انا هبدأ اقارن الصف الاول في الجدول الاول مع الصف الاول في الجدول التاني. لو كان في تطابق فهضغط يس، اما لو كان في اختلاف سواء كان في رقم او في رمز فهضغط نو. اما بالنسبة للنوع التاني من جزء اللوجيكال اورابيليتي زي ما احنا شايفين عبارة عن شكل، والشكل ده بيكون ناقص خلية معينة معمول عليها علامة استفهام زي ما احنا شايفين كده، والمطلوب مني ان انا هدرس الشكل ده كويس وابدا ان انا اختار الاجابه الصحيحه من الاختيارات الموجوده تحت دي. تاني ايتم معانا شباب بالنسبه لبارت 2 ده النوميريكال تيست، ده بيكون عباره عن 12 سؤال. الاسئله دي كونكتد اور نوت، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاسئله الكونكتد مثلا جاي لي شكل والشكل ده بيكون عليه 3 اسئله، اما الاسئله النوت كونكتد يعني الاسئله اللي ملهاش علاقه لا بسؤال قبلها ولا سؤال بعدها، وده زي ما هنشوف حاليا. زي ما قلنا يا شباب ان الاسئله المتصله دي بتكون عباره عن شكل، والشكل ده بيكون عليه اكتر من سؤال. فمثلا الشكل اللي قدامنا ده عليه question number 1، لو جينا عملنا سكيب للبيج دي هندخل على نفس الشكل بس بسؤال تاني خالص، برضو لو عملنا سكيب في الجزئيه دي هندخل على نفس الشكل وبسؤال تالت خالص. اذا الاسئله المتصله هي عباره عن اسئله related بشكل واحد، ومش شرط يكون شكل زي اللي قدامنا ده، ممكن يكون شكل بيضاوي، ممكن يكون شكل مثلا سكادول، ايا كان يعني. اما بالنسبه للاسئله النوت كونكتد اللي هي لا ليها علاقه بالسؤال قبلها او سؤال بعدها، فده بيكون عباره عن سؤال زي اللي قدامنا ده، المطلوب مني اني ببدا اقرا السؤال كويس وافهم هو طالب ايه وابدا ان انا اشتغل على السؤال. واخر حاجه معانا يا شباب بالنسبه لبارت 2 ده الفيربل. الفيربل ده عباره عن 12 سؤال، small paragraphs connected or not connected، طبعا دي قطع انجليزيه صغيره مش زي الفول باراجراف اللي شفناها في الانجليش تيست زي ما هنشوف حاليا. ده نموذج للفيربال تيست زي ما قلنا انه بيكون عباره عن سمول باراجراف، قطع صغيره، والقطع دي بيكون عليها سؤال او اكتر من سؤال. كل اللي انا بعمله ببدا ان انا اقرا السؤال زي ما احنا شايفين وافهم القطعه، وبناء عليه ببدا ان انا اختار الاختيار المناسب من الاختيارات. بعد ما عملت سكيب ودخلت على السؤال الثاني لقيت عندي نفس القطعه بالظبط لكن بسؤال مختلف، فكل اللي هبدأ أعمله برضو هبدأ إن أنا هقرأ السؤال وأوريدي أنا فاهم القطعة، فبناء عليه أنا هختار الاختيار المناسب من الاختيارات الموجودة معانا دي. إذا مين يا شباب الفيربال تيست قلنا بيكون فيه الأسئلة الكونكتد اللي هي ريليتد بنفس السؤال، بيكون باراجراف زي ده وبيكون عليه أكتر من سؤال، أو الأسئلة النوت كونكتد بيكون باراجراف برضو زي ده لكن بيكون عليها سؤال مش ريليتد لا بسؤال قبله ولا سؤال بعده. وآخر حاجة معانا السورسز اللي أذاكر منها بارت 2. احنا قلنا بارت 2 ده including 3 items، اول item معانا logical or ability، تاني item numerical، وتالت item verb. طيب ابدأ اذاكر الكلام ده منين؟ اول موقع معانا اسمه تراي تالنت، الموقع ده مهم جدا. ببدأ الوجن على الموقع عن طريق ان انا بسيرش في جوجل باسم الموقع بتراي تالنت، او انا هسيب لكم لينك الموقع في الديسكريبشن. طيب بلوجن على الموقع عن طريق الجيميل بتاعي سواء كان جيميل او ياهو او ايا كان، ببدأ إن أنا أختار الأسايمنتس. في عندنا نوعين من الأسايمنتس سواء كان أسايمنتس بايد أو أسايمنتس فري، بختار اللي يناسبني وببدأ إن أنا أسيلكت الأيتم اللي أنا عايز أعمل براكتس عليه سواء كان لوجيكال أو نوميريكال أو فيربال، وبعد كده أعمل البراكتس بتاعي. تاني سورس معانا أقدر أعمل منه براكتس، في عندنا كذا فيديو على قناة مجمع شباب البنوك، هسيب لكم لينك البلاي ليست في الديسكريبشن، لكن نصيحة أما نيجي نشغل الفيديو نثبت الفيديو الأول
وبعد كده نبدأ نفكر في الإجابة ونقارن الإجابة بتاعتنا مع الإجابة في الفيديو. وآخر حاجة معانا في عندنا الـ Other Sources عن طريق اللي أنا هلوجن على ويب سايتس أو أبس أو تشانلز تانية، بحيث إن أنا يكون عندي full background عن كل 3 items تأهلني إن أنا أباص أي exam أدخله. وبكده نبقى خلصنا الفيديو. لو في أي استفسار يا ريت نكتبه في الكومنتس تحت، ولو عجبنا الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وانتظرونا في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.